السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شباب معانا موقع ممتاز جدا لربح عملة الروبل. الموقع فيه كذا طريقة للربح، ضغط على الإعلانات، مشاهدة فيديوهات، مهام، ألعاب، في حاجات كتير أوي شباب في الموقع دوت هتقدروا تربحوا من عن طريقها. طريقة تسجيل في الموقع يا شباب، هنيجي من هنا هنحط هنا يا شباب الاسم وهنا الايميل والباسورد وعادة الباسورد ونعلم على الشروط وننقل الارقام دي هنا ونعمل تسجيل كده بقى لنا حساب في الموقع. بعد كده يا شباب هنيجي للدخول، من هنا يا شباب البريد الالكتروني يا شباب والباسورد وننقل الارقام دي هنا. نعمل تسجيل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل زي ما انتم شايفين كده. هنترجم باللغة العربية. ده كده الملف الشخصي بتاعي يا شباب. هنيجي من هنا زي ما انتم شايفين رصيدي فيه 30 سنت. طريقة الشغل على الموقع يا شباب، هنا كلمة كسب المال دي ندوس عليها تفتح معانا أول حاجة ديت اللي هي القرعة، هندوس عليها كده بالشكل ده، هناخدهم كده حاجة حاجة. هتيجي من هنا يا شباب هيظهر لنا معرفة المزيد، في هنا مكافأة بنحصل عليها، بندوس على أي إعلان من الإعلانات دي بالشكل ده كده وبنقفله تاني، هيظهر لنا مكافأة هننقل الأرقام دي هنا أهو ونحصل على المكافأة. وبعد كده هنعمل مطالبة، كده يا شباب حصلنا على المكافأة. لو عملنا ريفريش اهو يا شباب ادانا 10 سنت. المطالبة دي يا شباب كل 5 ساعات. نترجم كده باللغة العربية برضو. كل 6 ساعات يا شباب المكافأة ديت. بعد كده هنيجي على تاني حاجة عندنا ركوب الأمواج اللي هي الضغط على الإعلانات. اهو يا شباب زي ما انتم شايفين كل دي اعلانات اهي، بندوس على الاعلان بالشكل كده قدامنا كده اهو، هيفتح معانا الخانة الخضراء دي عرض، هندوس عليها هتفتح معانا هنا مؤشر هيجي دلوقتي لمدة حسب ما يكون بقى 20 ثانية 30 ثانية. اهو يا شباب 20 ثانية وننتظر مع بعضينا، بس عشان اعرفكم ايه طريقة الشغل على الموقع ده حاجة حاجة. عرفنا اول حاجة بنحصل على المكافأة، بعد كده الضغط على الاعلانات، بعد كده هيبقى فيه معانا المهام. كده يا شباب حصلنا عليها اهو زي ما انتم شايفين اهو كده خلاص. هنخش بقى على الموقع تاني، هنرجع للموقع كده. دي طريقة شغل على الاعلانات. لو عملنا ريفريش برضو هتلاقيه حسب لك قيمة الاعلان 2 سنت. بعد كده هنترجم برضو. في بقى عندنا 116 سؤال اللي هي المهام يا شباب. المهام سهلة جدا وأرباحها كويسة. يعني هنا بيقول لك ايه الجمع الدفعات 512 فرنك الناس اللي عملتها. هنا بيطلب منك بقى يا اما تسجل في موقع يا اما تخش على قناة وتعمل لايك وتعمل او تشترك في القناة. هنا بيقول لك وفاء المجموع 5 دفع بواسطة او هنا 6
دفع شايف كل دي مهام لو دخلتوا عليها وشفتوا هنا بيقول لك هو طالب يا اما مشاركة في القناة يا اما تعمل اعجاب، اهي اعجاب وعلق، اعمل اعجاب وعلق على 50 حرف، رقم المهمة بواسطة وفاء الجمع، هتدوس هنا كده بالشكل ده هيحولك على المهمة المطلوب، مثلا التعليق، الوصف محتاج إلى تجديد في التقرير حول المهمة المكتوبة، تنفيذ، هتدوس له هنا تنفيذ يا شباب بعد ما تخلص المهمة، وبتحصل على ايه المبلغ اللي هو ايه حددهولك في المهمة. تمام يا شباب، دي كده ايه تالت حاجة معانا للربح. هنخش بقى على ايه اخر حاجة بالنسبة للمكسب هنا اهو، فيديوهات. بيجيب لك الفيديو، بتدوس على الكلمة دي بالشكل ده، هيجيب لك برضو علامة اللي هي الخضرة اللي بتظهر ديت اهي، هندوس عليها هيفتح معانا الفيديو، هيجيب لك هنا 60 ثانية، مجرد انت بتشغل الفيديو العداد بيشتغل هنا، يعدوا ال60 ثانية بيجيب لك برضو نجوم، بتدوس له على ايه كام نجمة، وبتحصل على المكافأة بتاعة الفيديو. بس عشان مش هقدر اشغل الفيديو عشان ايه ما يحسبوش عليا غلط في القناة يعني. بعد كده يا شباب عندنا بقى ايه في العاب هنا، بس الالعاب ديت ايه عجلة الحظ دي، بس دي ب10 روبل ودي ب100 روبل، بتلعبها وانت وحظك، بس ايه ما انصحش بالالعاب دي يعني، خلينا شغالين كده ايه الشغل المجاني بتاعنا. وهنا ضربة حظ، شراء رابط، كل مش عارف ايه، دي كلها العاب. وهنا في مسابقات، الملف الشخصي، بس اول ما تخش على الموقع خش على الاعدادات من هنا يا شباب، تخش تعين عنوان المحفظة بتاعتك، هتخش يا شباب على كلمة الملف الشخصي، هيفتح معاك المجموعة ديت السحب والإعدادات وكل حاجة، تخش على الإعدادات من هنا، بعد كده بتنزل تحت تعين المحافظ بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها، بتحط عنوان المحفظة وبتعمل حفظ زي ما انا عامل كده، فأي محفظة انت بتشتغل على المحافظ دي. السحب برضو بتدوس عليها كده اهو، بتجيب كلمة ويزد روم اهي، طبعا السحب مفتوح زي ما انتم شايفين، بتحدد عنوان المحفظة وبتدوس هنا وبتحط المبلغ، وهنا هنترجم كده باللغة العربية، كلمة المرور الفاتورة، بتكون معين رقم لطلب الدفع وتحطه، وهنا المبلغ وتعمل طلب دفع. الحد الأدنى للسحب هنا بيقول لك هو متهيألي 10 روبل. الحد الأقصى 5000 روبل. أو الحد الأدنى يا شباب دفعوا 10 روبل فعلا، وموقع ممتاز جدا وفيه كذا طريقة برضو يعني طرق كتير أوي للربح. وبكده أكون يا شباب انتهيت من الشرح، في هنا مجموعة وفي في مجموعة الفي كي والتويتر. وبكده اكون انتهيت من الشرح، وفي يا شباب برضو مسابقات شراء روابط، لو حابب تستثمر ان انت تزود ارباحك في الموقع، تستثمر وتخش على اي حاجة تانية، تعرض اعلان، تعرض اي حاجة، شراء روابط، برامج، وهنا رصيد الشراء وهنا رصيد السحب. وبكده اكون انتهيت من الشرح يا شباب، ولو عجبكم الفيديو ريت دعمونا بلايك،
وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.